بالعام 2001 رائد الفضاء كريس هاتفيلد صعد لأول مرة للمحطة الفضائية الدولية وبدأ يلاحظ شيء غريب ومربك بنفس الوقت. كل شيء من حوله طاير بالهواء، ماكو شيء ثابت بمكانه، حتى جسمه كان يتصرف بشكل مختلف. هذا الشيء خلاه يفكر شلون يقدر يتأقلم ويعيش ببيئة غريبة مثل هاي بدون جاذبية تحكم حركته وحياته اليومية. الأحداث اللي عاشها هناك فتحت أبواب الأسرار جديدة حول الفضاء، فخلتك تسأل شلون نعيش إحنا خارج الأرض. المحطة الفضائية الدولية هي واحدة من أهم الإنجازات البشرية بالتاريخ، وتم إنشائها بالعام 1998 وتصير بمثابة مختبر علمي ويدور حول الأرض بسرعة 28 ألف كيلومتر بالساعة. ومهمتها مو بس اكتشاف الفضاء، وإنما دراسة شلون الجسم البشري يتأثر بانعدام الجاذبية. أول مشكلة يواجهها رواد الفضاء هي شلون يعيشون بدون جاذبية. رائد الفضاء هاتفيلد وغيره من الرواد اتعلموا شلون يسبحون ويتحركون داخل المحطة الفضائية بدون ما يوقعون أو ينصدمون بالجدار الداخلي مال مركبة. الحياة اليومية تختلف كل شيء هناك، مثلا النوم يتطلب منك انه تعلق اكياس خاصه لان ماكو وزن يخليك تنام على الفراش مثل ما يصير على الارض، والاكل همين لازم يكون له ترتيبات خاصه بحيث مجهزين وجبات بطريقه تمنعها من انه تطير بالجو، وحتى شرب المي هناك يحتاج تقنيه خاصه باستخدام زجاجات مضغوطه. ومن اكثر الاسئله اللي تفكر بيها انه شلون يتنفس رائد الفضاء داخل المحطه الفضائيه. تعال اقول لك، رائد الفضاء الموجود بمحطه الفضاء الدوليه يتنفس باستخدام نظام خاص يوفر الهواء. المحطه بيها انظمه حياه متطوره تعمل على توفير الاكسجين وازاله ثاني أكسيد الكربون حتى يحافظون على بيئة يقدر يعيش بيها رائد الفضاء. الأكسجين يتم إنتاجه بالمحطة من خلال تحليل الماء باستخدام أجهزة يسموها المحللات الكهربائية، بحيث يقسمون الماء إلى أكسجين وهيدروجين، لأن مثل ما تعرفون جزيئة الماء متكونة من ذرة أكسجين وذرتين هيدروجين. الأكسجين يضخوه داخل المحطة حتى يتنفسه رائد الفضاء، بينما يتخلصون من الهيدروجين أو يستخدموه بعمليات أخرى. بس بقى عندنا مشكلة لخ، ثاني أكسيد الكربون اللي يطلع من رائد الفضاء ويا التنفس وين يروح؟ المحطة تحتوي على نظام تنقية، هذا النظام يسحب ثاني أكسيد الكربون من الهواء باستخدام مواد خاصة مثل هيدروكسيد الليثيوم ومواد ماسة أخرى، وهذا الشيء يحافظ على توازن الأكسجين وثاني أكسيد الكربون داخل المحطة. هذه الأنظمة تتطلب مراقبة حتى نضمن استمرار عملها بشكل صحيح ونتجنب أي خلل محتمل يؤدي إلى نقص الأكسجين أو زيادة ثاني أكسيد الكربون. أما بالنسبة للأكل والشرب، فرواد الفضاء بمحطة الفضاء الدولية يعتمدون على أنظمة متطورة لتأمين الأكل والشرب خلال رحلاتهم الطويلة. الأكل والشرب بالفضاء يحتاج إلى تجهيز خاص بسبب الجاذبية الصغرى داخل المحطة وظروف البيئة المغلقة. زين السؤال هنا، شلون يتم تأمين الأكل والشرب للمحطة؟ الأكل يتم تحضيره وتجميده أو تجفيفه ويعبوه بأكياس خاصة أو علب. هاي الأكلات تكون متنوعة بين وجبات متنوعة من اللحم والخضار والفواكه والتمن وحتى الحلويات، وجزء من هاي الوجبات يحتاج رائد الفضاء انه يضيف لمي يلا يستخدمه، ووجبات ثانية تكون جاهزة للأكل مثل الفواكه المجففة والمكسرات، وكل وجبة يسخنوها بأجهزة مخصصة موجودة بالمحطة قبل لا يأكلوها. أما بالنسبة للشرب، فالمي مهم كلش داخل محطة الفضاء الدولية بحيث يوصلون كميات كافية من المي عن طريق حاويات من الأرض خلال عملية الإمداد اللي تصير بشكل دوري واللي تجيب الحاجات الأساسية رواد الفضاء، بالإضافة إلى أنهم يعيدون تصفية بعض المي المستخدم حتى يستخدموه مرة أخرى. ولأن رواد الفضاء يجون من ثقافات ودول مختلفة، فكل واحد منهم يحصل على وجبة متوافقة ويا ذوقه واحتياجاته الغذائية، وحتى اكو وجبات مخصصة للنباتيين او حتى يوفرون وجبات خاصة للرواد اللي عندهم حساسية. تأمين الاكل والشرب
بشكل مستمر على المحطة هو جزء أساسي من العمليات اليومية، ويضمن سلامة رواد الفضاء لفترات طويلة وهم بعيدين عن الأرض. وأكيد أكو سؤال ثاني مهم يجب بالك، شلون يوصلون المي وهاي الوجبات لمحطة الفضاء الدولية وكلش يدي يدزولهم؟ الوجبات الغذائية والمي يوصلوها للمحطة عن طريق مركبات شحن خاصة بدون طيار. هاي المركبات تنطلق من الأرض محملة بكل المواد الأساسية اللي يحتاجها رائد الفضاء، بما فيها الأكل والمي والملابس والمعدات العلمية وقطع الغيار اللي يحتاجونك إذا صار عندهم عطل بالمحطة. المركبات هاي تجي من عدة دول مثل أمريكا وروسيا وأوروبا، ومن أشهر مركبات الشحن مركبة سبيس إكس دراغون. هاي مركبة شحن أمريكية اللي يستخدموها وكالة ناسا لتوصيل الإمدادات للمحطة، ومركبة ثانية اسمها بروغرس وهي مركبة شحن روسية واللي تستخدمها روسيا بشكل رئيسي، ومركبة أخرى اسمها سيجنوس وهي مركبة أمريكية ثانية وتوفرها شركة نورثروب غرومان. عمليات الشحن هاي ما تكون كل يوم، لكنها تتكرر كل 3 أو 4 أشهر حسب الحاجة. كل مركبة من هاي تجيب كميات كبيرة من الإمدادات اللي تكفي رواد الفضاء لعدة أشهر، وبعد ما تفرغ الحمولة مركبات الشحن هاي تاخذ النفايات وترجع بيها للأرض أو تحترق بالجو أثناء عودتها. فماكو داعي الرواد أن يرجعون للأرض حتى يزودون بالأكل والشرب كل فترة، لأنهم يحصلون على إمداداتهم بشكل مستمر. الحياة داخل المحطة بيها صعوبات هواي مثل التعب الجسدي والذهني اللي يسبب انعدام الجاذبية هناك. رواد الفضاء لازم يمارسون الرياضة يوميا حتى يحافظون على عضلاتهم وعظامهم، لأن الجسم يبدي يفقد الكتلة العضلية بدون جاذبية، يعني تقدر تقول العضلات مالتهم تصير راخية مثل اللي يتمرن حديد وبعدين يترك. شايفين شلون يصير جسمه؟ أكو أعضاء بالجسم الفضاء يأثر عليها، العين مثلا. بعض رواد الفضاء يعانون من ضعف بالبصر بسبب الضغط اللي يتغير داخل العين. الدماغ والأعضاء الداخلية همين تتأثر، لأن السوائل بالجسم تتحرك بشكل غريب، كل شي عبالك جاي يسبح. ومن العام 1998 لحد اليوم المحطة مستمرة بالعمليات البحثية. الرواد هناك يدرسون النباتات والحيوانات وحتى الأدوية، بحيث تعلموا شلون يزرعون محاصيل بسيطة ويصنعون أدوية. وكل هاي الأشياء تخلي البشر مؤهلين للسفر بيوم من الأيام من الأرض، يمكن الكوكب المريخ أو كوكب أبعد منه. مرات نشوف بالأفلام أنه رائد الفضاء يطلع من المركبة الفضائية ويسبح بالجو. زين هذا الموضوع حقيقي لو خيال علمي؟ والجواب نعم، لأن هواي من رواد الفضاء خرجوا من المركبة الفضائية ومشوا بالفضاء. أول شخص خرج للفضاء كان أليكسي ليونوف، رائد فضاء سوفيتي، وكان هذا بيوم 18 مارس من العام 1965، بحيث بقى بالفضاء حوالي 12 دقيقة خلال مهمة اسمها فوسخوت 2. ومن ذاك الوقت هواي من رواد الفضاء خاصة أثناء بناء وصيانة محطة الفضاء الدولية قاموا بعمليات سير بالفضاء. السير بالفضاء يعتبر أمر جدا خطير ويتطلب تدريب وتحضير كلش قوي. رواد الفضاء يلبسون بدلات خاصة لحمايتهم من الفراغ الفضائي والحرارة العالية والمنخفضة، وكذلك الإشعاعات الشمسية. ووحدة من أشهر مهمات المشي بالفضاء كانت خلال إصلاح تلسكوب هابل الفضائي، بحيث قام رواد الفضاء بعمليات معقدة وخطرة خارج المركبة الفضائية لصيانة التلسكوب واستبدال بعض الأجزاء التالفة به. ما تقدرون تتخيلون الحياة العاطفية والعلاقات الإنسانية شقد تتأثر بشكل كبير على المحطة الفضائية الدولية. وجود الرواد بمكان معزول وبعيد عن العائلة والأحباء لفترات طويلة محتمل يأثر على مشاعرهم وعواطفهم، وهذا الشيء لازم يتعاملون وياه بشكل ذكي من خلال الاتصالات مع العوائل عن طريق الفيديو أو الصوت. وبالنسبة للعلاقات بين أفراد الطاقم نفسهم، يتم تدريب رواد الفضاء على إدارة العلاقات الشخصية بينهم حتى يتجنبون أي مشاكل محتمل تصير بسبب الاحتكاك المستمر بيناتهم بمكان ضيق ومغلق. بالمختصر، الحياة العاطفية تبقى موجودة بنفسية رواد الفضاء، لكن الحياة على محطة الفضاء تخلي العواطف تكون علاقات تعتمد على الصداقة
والعمل الجماعي أكثر من العواطف الرومانسية اللي نعرفها على الأرض. بالنهاية هل تتخيل شلون راح تكون الحياة المستقبلية بالفضاء؟ ممكن إحنا بيوم من الأيام نعيش على كوكب ثاني؟ السؤال يبقى، شنو التحدي الأكبر اللي ممكن يواجه البشر وهم يعيشون بعيدين عن كوكبهم الأصلي؟ لينا حبايب انتهى الفيديو مالتنا، أتمنى ينال إعجابكم، لا تنسون اللايك والاشتراك بالقناة. أخوكم المهندس عادل الربيعي، مع السلامة.